أنا هلا حش سليمان a digital tools expert from L.A.L. Lebanese alternative learning. هالفيديوز هنا جزء من المدرس project ومن خلاله رح أتعرف سوا على different online tools وكيف نستخدمهم. بالفيديو اليوم رح أتعرف سوا على Canva. Canva هو graphic design platform من خلاله بيقدر الأستاذ أو التلميذ يعملوا projects digitally أو حتى فين يخلقوا بطاقات دعوة رسائل أو حيال مشروع هن بدهن إياه. وفي بعض من الأساتذة بيستعملوا ليخلقوا البيتموجي كلاس روم اللي رح فرجيكم إياه بغير فيديو. خلينا نشوف كيف. أول شي نفوت على www.canva.com نكبس على sign up. فينا نعمل continue with email أو continue with google. أنا رح أعمل continue with google. بيسألونا لشو رح نستعمل كانفا. أنا رح أقول teacher. بكبس get started. بيسألونا هون حط اسمنا عائلتنا واسم المدرسة اللي نحن نشتغل فيها تيصير عنا verification. سو بنعمل هالأشياء. بيسألونا أي مواد منعلم. أنا رح حط مثلا math. continue. رح نقي كمان primary. معلم صف الرابع. وبعمل submit. هلأ هون بيسألوني who is on your team، يعني فيني أنا حط الإيميلات تبع الأساتذة اللي بيشتغلوا معي بالمدرسة أو اللي بيعلموا نفس الصف اللي أنا بعلمه. رح أعمل skip. هيك بنكون فتنا على Canva Education. هلأ بدنا نعرف أنه Canva في بقلبه كتير خيارات وفي بقلبه كتير قصص فينا نستخدمه. أنا رح جرب ركز أكتر شيء على الأشياء اللي بتفيد الأساتذة بالمدرسة. أول شيء رح نعمله أنه رح نكبس على Template. هلأ مثل ما شايفين هون هن مقسميلنا إياهن لعدة أجزاء وحاطينهم بعناوينهم، يعني في عندي جزء للسوشيال ميديا، في عندي محل البزنس، محل الأدوكيشن. نحن طبعا رح ننقي Education تنقدر نشوفهم مع بعض. رح فرجيكم بقلب الأدوكيشن أشياء بسيطة فيني استعملها، بس ما بضيع وقتي إنه أعملها من الأول، بتكون موجودة وأنا فيني غير فيها. مثلا رح نشوف مع بعض certificates أو الشهادات. هون بيبينوا عندي كل الشهادات اللي أوريدي معمولين من غير أساتذة وفيني استخدمهم، ولكن بدي أتأكد إنه حد certificate أو الشهادة اللي عم بكبسها ما في بقلبه كلمة برو. هيدي كلمة برو بتعني انه انا بدي اعمل سبسكرايب او بدي ادفع حتى اقدر استخدمها. سو انا رح نقي شيء فور فري يلي هيدي، بكبس ثلاث نقاط وبعمل كاستمايز ذس تمبليت، يعني انا بدي اعدل على هيدا التمبليت. مثل ما مبين هون هيدا السيرتيفيكت فيني غير كل شيء فيها، يعني انا مثلا بدي غير الاسم فيني شيل هيدا الاسم، حط مثلا هلا، فيني حتى غير هون اذا انا الهدف تبع الشهادة بتعلق بموضوع خاصه مثلا بالماث او بالساينس او بحيالة شيء فيني غيره كمان. وفيني حتى غير الالوان، يعني مثلا لنقول انا بدي غير هيدا اللون، بقدر غير اللون الاخضر حطه رمادي مثلا، ومحل الاسود فيني حط موف. فيني حتى غير الفونت، فيني زغره بس بكبس على ناقص، او حتى فيني كبره، فيني غير اللون اللي انا عم بكتب فيه، حتى فيني غير الفونت اللي انا عم بكتب فيه، فيني حطه مثلا railway او فيني نقي اللي انا بدي اياه. فيني نقي اذا انا بدي غير وين عم بكتب الكلمة بالنص بالاول او على اليمين. فيني نقي كمان البولت بوينتس، فيني اعمل effects، يعني انا كيف بدي اياها تبين اذا بدي احط لها effect او لا، وفيني حتى اعمل animation. هلأ إذا أنا بدي شيل مثلاً هيدي الإشارة وبدي حط محلها شي تاني، بفوت على الألمنتس. بقلب الألمنتس في عندي كل صور شيبس، مثلاً بكتب هون certificate وبنقي غير الإشارة اللي أنا كنت حطتها. مثلاً بدي نقي شي أقدر استعمله مثل هيدي وبقدر شيله وحطه محل ما أنا بدي. وإذا أنا بدي زيد صورة مثلاً، بدي حط صورة التلميذ على الشهادة، فوت على أبلود وبعمل أبلود للصورة اللي أنا بدي إياها. نرجع على الهوم، نرجع منفوت على تمبليت مرة تانية. رح نفوت هلأ مثلاً على وركشيتس. الحلو هون بكانفا أنه دايماً مقسمين ليون العناوين، يعني ما بضطر أني فتش كتير، دغري بختار المادة اللي أنا بدي إياها. في عندي ماث، إنجليش، ساينس، آرت، شو ما بيخطر عبالكم. رح نقي ماث. رح نشوف هون قد ايه في نشاطات فيني استعملها للماث. والحلو وهي افيد شيء انه استعمل السيرش بوتن، يعني المحل ما بعمل بحث عن الاشياء اللي انا بدي اياها، سو هيك هو بينقي لي او بيساعدني لاقي الاشياء اللي انا عم فتش عليها اسرع. سو مثلا انا بدي استعمل ملتيبليكيشن، فيني اكتب ملتيبليكيشن بيطلع لي ورك شيتس اوريدي موجوده عن الملتيبليكيشن فيني استخدمه. انا رح فوت على حيلا شي هلا، مثلا نقول هيدي.
مثلا هيدي الوركشيت اللي انا نقيتها هي منا وركشيت تقليديه، بقدر انا قص البوكسز، هن مثل مربعات، بقدر انا قصهم ولزقهم وخليني يصيروا كروت بنستعملهم بالصف لحتى التلاميذ يتدربوا على المالتيبليكيشن. هون حاطين الارقام وهون حاطين الاجوبه. الحلو انه بقدر غير، مثلا اذا انا بدي كبر الارقام، مثلا بدل 3 ضرب 1 بدي 3 ضرب 11، بقدر زيد، بقدر غير الالوان مثل ما سبق وفرجيتكم. كل شيء فرجيتكم قبل فيكم تعملوه، بقدر حط صور، بقدر حط حيالله شيء بيخطر عبالي. وطبعا بدي انتبه انه اذا بقدر استخدمهم او لا. وبس خلص، شو ما كنت عم بعمل، اذا كنت عم بعمل فيديو ولا نشاط ولا حتى كنت عم بعمل بحث، بكبس على شير، يا بعمل كوبي لللينك وببعته للشخص اللي انا بدي اياه. اذا عم بعمل برزنتيشن، ايه فينا اعمل كمان برزنتيشن هون وحطها عندي على كانفا. او بقدر اعمل اذا كانت نشاط او ورقه او شيء عم بشتغل عليه، بقدر اعمل داونلود، وبقدر نقي اذا انا بدي اعملها داونلود كصوره ولا كبي دي اف ولا كام بي 4 اذا كان فيديو، وبكبس على داونلود وبتصير عندي. عن جد في كتير أشياء فينا استخدمها، بس أنا رح ركز أكتر شيء على السريع على أشياء بقدر استعملها بالصف. مش بس بقدر أخلق نشاطات، بقدر أخلق محتوى بالطريقة اللي أنا بدي إياها. إذا كان بدي زيد عليها صور حتى تكون يتفاعلوا مع التلاميذ أكتر، بقدر أعمل هذا الشيء على كانفا. ففينا حط بوستر، فينا أعمل مثل ما قلت برزنتيشن، فينا حط صور، فينا زين أسامي الأولاد. يعني بقدر أعمل عن جد كتير أشياء، حتى هولي مثلا فريمز فينا أعملهم. وهون مثل ما شايفين على ميلة الشمال عندي شيء منسميه فلتر، يعني بتسهل عملية البحث إذا أنا بنقي شو بدي، إذا بنقي الصف اللي بدي إياه، إذا بنقي إنه بدي تكون ببلاش أو بدي أدفع حقها، إذا بنقي الألوان، إذا بنقي حتى شو الكاتيجوري اللي أنا عم بشتغل عليها. هل أنا عم بشتغل على شيء خاصه بالتعليم، ولا أنا عم بشتغل على شيء خاصه بالبزنس ولا ماركتينج ولا حيالله شيء تاني. هلا إذا أنا بدي أعمل ديزاين من الصفر، بدي بلش شيء من الأول، بكبس على create a design وبنقي شو بدي أنا أعمل. بدي أعمل infographic، بدي أعمل poster، بدي أعمل presentation. وهون بقدر أخلق البحث اللي أنا بدي إياه. كل اللي علي إنه استعمل التكست، حط الصور من هون، استعمل elements من هون. حتى فينا استعمل كانفا كأنه whiteboard. سو رح فتش على whiteboard بالsearch، بكتب whiteboard، بيطلع لي عندي تقريبا 500 تمبليت بتفرجيني الوايت بورد. اكيد في منهم برو، بس فينا ننقي اول وحده مثلا او اللي حدها اذا بدل الاولاد يشتغلوا مع بعض على نشاط معين او جروب ورك معين. بقدر فوت على الوايت بورد ويا اخلق وحده من اول وجديد، او استخدم وحده اوريدي موجوده مثل ما شايفين هون. مثلا رح فرجيكم وحده ثانيه، وبيقدروا هن كل اللي علي اعمله انه انا اعمل لهم شير تيقدروا يفوتوا على الدوكيمنت ويشتغلوا كلهم بنفس الوقت. مثلا هيدا مثل تاني، فكل اللي علي اعمله انه بزيد التلاميذ عندي على تيمز من خلال هالطريقه. بفوت على هوم وبعمل اد انفايت او انفايت ممبرز، هون بقدر زيدهم من الايميلز تبعهم. وهيك بنكون وصلنا لاخر الفيديوز. رح ارجع فرجيكم بفيديو تاني كيف فينا استخدم كانفا حتى لاخلق ماي بيت موجي كلاس روم. فستي تيون حتى نتعرف سوا بالفيديوز الجايين على غير اونلاين تولز وكيف نستخدمهم.